كثير من العالم الشباب والصبايا عم تحب انه تمارس الرياضه، لكن احيانا اختيار نوع الرياضه وعدم الالتزام بمبادئها ممكن ينعكس سلبا ايضا. اليوم نعرف تفاصيل عن ما هي الاخطاء الشائعه، الرياضات الاكثر افاده، وشو هي الرياضات اللي ممكن تفيد بتجميل الجسم عند الشباب والصبايا، اضافه لكثير من المعلومات الصحيحه عن عالم الرياضة. اليوم رح نعرفها مع الكوتش رند مراد. سعد صباحك كوتش، واهلا صباح وسهلا فيك. صباحي زينة، يسعد لي صباحك. اهلا وسهلا فيك. صباح الخير كوتش، يعني نورت صباحنا بالبداية. صباحك. واهلا وسهلا فيك. دائما بيقولوا العقل السليم بالجسم السليم، دائما الجسم يمكن هو خلينا نقول اللي بده يبقى معنا لبعدين، فخلينا نحكي هيك عن البداية، عن الرياضة بشكل عام، قديش مهمة حتى للأشخاص اللي هيك الكسلانين هلا نعطيهم تحفيز شوي. هلا كلياتنا كسلانين وستريس مسيطر علينا كلياتنا، بس خلي الرياضة ثقافة، يعني أنا بقول لهم دائما خلي الرياضة ثقافة، خلينا ننبسط بالرياضة. هلا عم بيسألوني إنه شو لازم نلعب، لعبي شو ما بدك، اطلعي امشي، لعبي باسكت، اسبحي، أي شيء. المهم إنه نفرغ هذا الستريس اللي عنا. هلا موضوع الجسم بقى وما جسم هو بحث ثاني، في عالم تهتم بهذا الجسم، في عالم لا بتقول لك أنا المهم اطلع امشي ونزل وزني كيف ما كان يكون جسمي. طيب كوتش، يعني بنعرف في أنواع رياضات عديدة، زومبا، الحديد، الكارديو، كثير عم تطلع انواع من الرياضات عم يدخلوا فيها مثلا نوع من الرقص، الحركات الغربيه على الرياضه، اضافه للحديد اللي هلا عم يرغبوا كل الشباب والصبايا لنحت الجسم عوضا عن العمليات التجميليه، لا هلا بنعمله بالرياضه. لكن دائما احيانا بنلاقي في ناس تلعب لوقت طويل ما بتاخذ النتيجه المطلوبه، شو السر بهذا الشيء؟ شو الغلط اللي عم يعملوه ما عم يلتزموا فيه حتى ما عم يحصلوا على النتيجه المطلوبه؟ هلا بالدرجه الاولى إذا ما في نظام غذائي ما في نتيجة. المشاكل اللي بتصير إنه بنت قاعدة عم تلعب، خليني أحكي عن البنات لأنه هاي المشاكل بتصير عند البنات بشكل كتير كبير. أكثر من الشباب. صحيح. موضوع ترقق العظام، موضوع اللهم صل على سيدنا محمد، كياس المبايض، السكر، هاي المواضيع كلها، الغدة، هاي المواضيع كلها اللي هي بتمشي مع البنت هي ما أنا حاسة فيها. بتقول لك انا صار لي سنه عم بلعب وما استفدت، عندك كياس مبايض؟ اي. طيب عم تعالجيها؟ لا. طب ما هي كياس مبايض ترفع مستوى السكر بالدم كثير. الغده كثير مؤذيه وكثير بتعمل هي الشيء، في عالم عندها الغده عم تنحف ما عاد عم تسمن، وبالعكس كمان يعني قصور او نعم. يعني كوتش حضرتك يمكن قبل ما تبلش الصبية خلينا نقول رياضة، ممكن في بعض الأسئلة بتوجه لها أو أنه عالجي موضوع معين، وخاصة أيضا هلأ شائع عنا نقص فيتامين دال، يعني في نقص فيتامين دال هو أحيانا بيسبب زيادة في الوزن رغم أنه الشخص عم يلعب رياضة، عم يحرق حريرات، ولكن عم تضل الكتلة عنده ثابتة. مشان هيك تماماً. مشان هيك أنا قلت لك إنه خلينا على موضوع الرياضة ثقافة تماما، إنه نحن نمشي فيها ثقافة. يعني هلأ معظم الناس هلأ خفست، جاي المدارس وجاي ما بعرف شو، فخفست بالرياضة وخلصت المسابح والطلعات والفوتات. هلا بكره بنجي على بدايه السنه الجديده، ان شاء الله تكونوا بخير، على الشهر الثالث الرابع العالم تهجم على النوادي. صحيح. انه بدنا نظبط، فنحن ما عندنا ثقافه رياضه، يعني ثقافه الرياضه بتلاقيها 10 20% الماكسيموم عندنا بالبلد، اما ما تبقى بيرقد اخر شهرين بالسنه بده يلحق حاله. ايه. فنحن المشكله انه ما في ثقافه، وقت بتكون عندك ثقافه وانت مدركه انه عندك مرض او عندك مشكله صحيه، فانت بتتداركيها وبتمشي معها، وقت ما بتكون ثقافه وما في نظام غذائي صح ما رح امشي. النظام الغذائي هو اساس كل شيء، طلعنا بكثير حلقات زينه وحكينا، ما في نظام غذائي ما في جسم، بتلعبي زومبا، بتلعبي جيم، بترقدي، بترقصي، شو ما سويتي؟ اكل، دنيا اكل، انت بالجيم ساعه وباقي نهارك اكل. صح. فالاكل هو الاساس. نعم. طيب كوتش، بما انه عم نحكي عن النظام الغذائي اللي دائما بتقول انه هو 70% من ثقافه الرياضه اللي عم نحكي عنها، طب خبرنا اليوم، هلا بيقولوا لك اوكي يعني بنلتزم بنظام غذائي، بس معقوله مدى الحياه ممنوعين ناكل اي شيء؟ لازم بروتينات وكربوهيدرات بنسب محدده، او كل شيء مسلوق، او كل شيء يعني ما في يوم فري مثلا بيسالوك؟ طيب دائما انا بدي اسالكم سؤال، انتم كصبايا بدي اسالكم سؤال، ممكن انت تجي على التلفزيون بدون ما تعملي ميك اب وتظبطي حالك؟ لا.
نحن مضطرين، نحن بنجي بس ما يكون على الهواء. قال اللي بده يتجمل، اللي بده يتجمل بده يتحمل. صحيح تمام. اوكي، فانت بدك نتيجة تمشي معك كل الوقت، بدك نظام غذائي كل الوقت، حالة طبيعية. تمام. في يوم فري اكيد، في يوم فري، بس في عادات. يعني خلينا نقول نحن في عادات. هلا كثير من الكوتشات بتتبع نظام، يعني خليني اقول لك رند مثلا، الكوتش تبعي بيدربني هيك فانا بصير بدرب زينا هيك. يعني هي الاخطاء اذا الكوتش مبتدئ ما عنده مساحه حريه واسعه ولسه ما بيعرف، فانه الكوتش قال لي كول كذا وكذا وكذا بيجيب الا لزينة كيلي مثلي. تمام. مع انه مثلا زينة وزنها 50 كيلو انا وزني 80 كيلو. فهمتي الفكره؟ في عادات نحن ماشيين فيها غلط، منحاول قدر الامكان نبعد عنها. خليني اقول لك، بدنا نبعد عن المعجنات بكافه انواع الخبز. مع الخبز بدنا نبعد عن السكر، السكريات المصنعة، بدنا نبعد عن الملح، المشروبات الغازية، وأهم شيء التوتر النفسي وقلة النوم. التوتر النفسي وقلة النوم هي مشكلة كتير كبيرة. بيقولك أنا عم نام الساعة 4-5 الصبح، ما أنت ما عاد في عندك لا تصنيع بروتين ولا شيء ولا أبدا. فهي الحالة اللي بنعتمد عليها أنه نبعد عن هدول الشغلات. ستريس يعني منحاول، خلينا نقول مشان هيك بنروح على الجيم. ستريس مو بايدي ولا بايدك. نعم. بس منحاول قدر الامكان نبتسم. حلوه الابتسامه. اكيد، يمكن مع ضغوطات الحياه، وبنرجع بنعيد انه في عندنا كثير ضغوطات حياه، ولكن دائما الانسان لازم يفصل شوي كرمال نفسه. يعني بالنهايه طبعاً يعني طبعاً الانانيه مطلوبه بشغلات. انا بقولها دائما انه مطلوبه الانانيه بشغلات. كوني انانيه بكل شيء لك. تمام. هي صحتك، هي هون شخصيتك. صحيح. جمالك كذا. صحيح. كوني انانيه بكل شيء. صحيح. فهي رياضه لك. تمام. يعني هي ساعه الرياضه اللي انا بقول لهم هي لكم، هي الشغله الوحيده بكل النهار لك. انت هلا من الصبح لبعض الظهر، وبرجع ممكن يكون عندك التزام تاني ببرامج تانية. أكيد. وا وا وا، فهذا الشيء الوحيد اللي لألك. تمام. يعني زينة بتجي على النادي بآخر النهار بتكون تعبانة وكذا، بتقلي بس بدي ألعب. شغل. أي بتقلي بس بدي ألعب، يعني ما بدي أقطع، ما بدي تنبل. فهذا الشيء هي إلها بالنهاية. فخلي ساعة هالرياضة اللي هي كتير مفيدة، ونبعد عن هاي العادات السيئة اللي كلها بنعرفها. يعني نحن بمجتمع ما نجاهل بهاي العادات. يعني أنا ما عم بنزل وزني، أنت بتعرفي ليش ما عم بنزل وزنك؟ يعني قاعدة عم تاكلي شيبس ومشروبات غازية وبطاطا وما بعرف شو، إيه، وما عم ينزل. ما الحالة الطبيعية يا بنتي ما ينزل. صحيح. طب كوتش، يمكن حكيت عن نقطة مهمة، على إنه مثلا لو إنه وقت الرياضة بأوقات ليخلصنا من الطاقة السلبية كمان وستريس، كم يوم بالاسبوع او كم ساعه مطلوب من البنات؟ خلينا نحكي على الصبايا. انا الشباب بعرف بالرياضه، بالرياضه ما في بنات وشباب. طيب لا لا، كم مره بالاسبوع لازم تلعب البنت حتى تحافظ على، وخاصه اللي عم تشتغل يعني غير اللي قاعده بالبيت، لانه ما دائما متوفره او عندها هذا الوقت. فقد ايه لازم ماكسيموم تلعب بالاسبوع؟ وخبرنا هل عن جد بالصيف الواحد بينزل اكثر لانه في شوب بيعرق اكثر، بيفرز يمكن؟ هذا السؤال، هذا السؤال بدي جاوبك عليه قبل كل شيء. ايه، او بالشتاء يعني خبرنا هاي المعتقدات. هلا اللي موضوع بنسمع. موضوع انه نحن بالصيف بنعرق كثير. ايه، فنحن جبيننا بيعرق بس ما بينحف، وباطنا بيعرق بس ما بينحف. اوكي. ما في خاطر. فهي غدد عرقيه وليست غدد دهنيه، بسبب ارتفاع درجه الحراره بده يبرد الجسم. صحيح. فبيبرد الجسم بالعرق. في ناس كانت من زمان تحط اكياس تقول لك شوف المي طلعت ملا، ما انت اذيت الكبد واذيت الدنيا كلياتها بدرجه الحراره بالمنطقه. هذا اللي نزل عرق ما له دهون. صحيح. ابدا ما له دهون. نعم. موضوع انه ينزل وزني، بينزل وزني بالشتاء اكثر. بالشتاء اكثر طبعا. لانه الشتاء بصير في حرق كثير، واستهلاك لسعرات حراريه كثير لحتى الجسم يدفى. بده يدفي حاله، فبيحرق كثير سعرات حراريه لحتى يدفى. تمام. فهمتي الفكره؟ تمام. الموضوع الثاني اللي كنا عم نحكي عليه قبل، قلت لك بنرجع له، وهو قديش فينا نلعب يوم اي يوم لا، ولا كل يوم، ولا كذا. هلا خليني اقول لك، اذا البنت بتبلش تلعب او بتمشي نص ساعه، او الشاب نص ساعه باليوم. نعم. فهو كثير منيح. نعم، يعني دائما يمكن يعني نص ساعة بس ساعة. لا خلينا نبلش. لا نبلش. لا بلش، انا بلش مشي، بلش شوية كارديو، بلش حبلة، انزل على الجيم، اتسلى شوي. يعني خليني لك بلش فيها ثقافة، بس تحسيها ثقافة وانت عم تفرغي فيها ستريس، وانك تحبيها. اي شيء ما بتحبي ما تفكري انه انا مالي خلق، لانه رح يصير ما لي خلق. صحيح. انا ما بحب، لانك ما رح تحبي. نعم. حبي، ما انت عم تحبي شيء مشانك. نعم. حبي مشانك فبتوصل لنتيجة حلوة. انت وصلتي لنتيجة كتير رائعة لانك ملتزمة صح. ما بتلتزمي صح ما في نتيجة.
صحيح. نعم، يعني كوتش دائما خلينا نقول في كتير أشخاص يعني بتلجأ لعادات غذائية سيئة من دون ما تلعب رياضة، فبتوصل لمرحلة إنه جسمها بيرهل، فهون إحنا أمام مشكلة تانية. فخلينا نحكي أيضا إنه قديش مهم الحمية مع الرياضة مع بعض. هلأ موضوع الحمية غير موضوع النظام الغذائي. موضوع الحمية وقت بيكون إنسان عنده بدانة مفرطة واصل لمستوى عالي بالبدانة المفرطة منقول في حمية، ما عاد في سكر، ما عاد في شيء. أما وقت بيكون الموضوع ضمن الرياضة وضمن المعقول، فأنا بمشي بنظام غذائي أقدر أتأقلم فيه أطول مدة ممكنة. قلت لك قبل مرة كثير زينة أنه النظام الغذائي الصح هو النظام الغذائي اللي فيني أمشي فيه كل عمري. النظام الغذائي الفاشل اللي هو أنا بدي أمشي ثلاثة أيام وما عاد فيني، تعبت، أنا ممنوع أكل كذا، ممنوع، كلمة ممنوع مزعجة على الإذن. يأكلوا بس يمكن كذا. مثل ما قلت في ممنوعات تبع المعجنات والسكريات. بالضبط. هاي الزيت، هلأ موضوع الزيت، الزيوت المهدرجة كتير مؤذية، واللي هي كتير المقالي ممنوعة، كتير أسباب السيلوليت منها. كتير والزيت. لأن عندي أنا نحيفة بس عندي سيلوليت. كترة الزيوت، الزيوت المهدرجة ما في لا استقلاب بالجسم، الجسم ما بيهضمها، المعدة ما بتهضمها، الكبد بصير بخزنها كبقع دهنية بالجسم. بنقاط ضعفك، انت نقاط ضعفك بالأفخاد او بالإيدين او بالمعدة او وين ما كان، فبتصير تتخزن هيك. نعم. طيب يمكن كوتش كمان التوقيت بين كل وجبة ووجبة كمان هذا بصير في خربطة عند اللي عم يلعبوا رياضة خاصة المبتدئين، يعني مثلا الفطور قبل النادي شو لازم ياكلوا، احيانا بياكلوا قبل النادي فورا فبسبب تقلب المعدة ما بتصير بيقدروا. صوتيه بزماناتي حتى بعد النادي بعد قد ايه لازم ياكلوا، شو لازم ياكلوا حتى يحافظوا على الجهد اللي بذلوا. هلا قبل النادي انا بدي باور، بدي طاقة. الطاقة اللي هي الكربوهيدرات، يعني إذا بدي أكل لي موزة، إذا بدي أكل لي بطاطاية مسلوقة قبل التمرين بنص ساعة. الموز فيه بوتاسيوم، فيه كارب سريع جدا مفيد، التمر كسكريات سريعة جدا مفيدة، يعني أكله قبل التمرين. ما بعد التمرين المقولة القديمة إنه بعد ساعتين لحتى ناكل، وهي هون المشكلة اللي بتساوي فرط بإفراز الأنسولين بالجسم. أنا لازم فورا أكل، بس شو أكل؟ يعني هلا في ناس بتكون جوعانه بتروح تاكل حبه شوكولاته. نعم. قال لك انا تمام. نعم. احسن ما اتعشى. لا، مو احسن ما اتعشى، الجسم بحاجه الياف. صحيح. وبحاجه بروتين وبحاجه كارب. فانا لازم اكل وجبه غنيه بالبروتين والالياف والكارب. نعم. بعد التمرين بعد فورا طبعا تروحي بتعملي لك دوش بتاكلي معك ساعه منيح. نعم. شكرا كثير كوتش رند على المعلومات اللي قدمت لنا اياها، وشكرا لوجودك معنا لليوم وعلى النصائح اللي قدمت لنا اياها. يعني اعطيتنا كثير من المعلومات دائما مثل عادتك، واكيد ناطرين كمان اشياء جديده نحكي فيها ان شاء الله بعالم الرياضه، وان شاء الله بيكون معنا لايف التمارين حتى نقدر نعرف كيف فينا نستفاد معك كوتش. اكيد. شكرا كثير لك. هلا حبيبي.